هذيك البنت اللي كنت هذيك النهار حدا البرلمان، انا هي ديك البنت اللي هذيك النهار بنت في التيك توك اللي كتنشرت على الاعتداء اللي وقع ليا، داك الاعتداء الثاني على من طرف اخ الزوج ديالي، تعدى عليا بواحد الطريقه باش يعفل الكطريام، واحد الطريقه اللي حتى شي واحد ما غادي يبغيها. تعدى عليا ودخلني لغرفه العمليات، وعندي الشواهد الطبيه، عندي كل شيء، شواهد طبيه عندي 30 يوم 30 يوم 60 يوم، والسيد خرج بحال اللي ما دار حتى شي حاجه. السيد دخلني لغرفه العمليات، عين فيا وجهي بواحد الطريقه اللي بشعه كما كتشوفوا خوتي المغاربه، دخلني لغرفه العمليات، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كل دمايات. هاد الصوره الاخرى باش خوتي المغاربه يشوفوها مزيان، شوف حالتي كيردها ليا السيد. السيد عنفني بهذه الطريقه هذه ورد لي وجهي كله دمايات، انا مازال كنقولها كنعاودها، شوف الاعتداء الثاني اللي تعرضت ليه في الكطريام، وخرج بحال اللي ما دار حتى شي حاجه. عرفتوا علاش خرج؟ حيت السيد باه لاباس عليه، باه عنده السلطه وعنده النفوذ. السيد ما دوز حتى نهار. السيد اول مره غادي يتقدم عند وكيل الملك، شنو قالت لي المحاميه؟ قالت لي السيد، قالت لي وكيل الملك ما بغاش يشوفك. اول مره نتقدموا انا وياه، قالت لي السيد وكيل الملك راه ما بغاش يشوفك. السيد صافي تعتقل تحت اشراف النيابه العامه. اللي غاد كنشوف السيد مطلوق كيقول لي انا حطيت عليك وخرجت، واش هذا عدل؟ واش هذه هي عداله؟ واش اي واحد باه لاباس عليه يدير جريمه مثل هذه الجرائم هذه وخرج بحال اللي ما دار حتى شي حاجه؟ انا اليوم كنطالب مسؤولين، جيت لوزاره العدل، ها انا جيت ليها غادي ندخل عند مسؤولين كبار، هما اللي غادي ياخذوا لي الحق ديالي. انا هذا الملف هذا مستحيل ننساه، والله لا نسيت هذا الملف هذا. ماشي اي واحد باه لاباس عليه يدير جريمه بحال هذه يخرج. دخلني لغرفه العمليات، عنفني، دار لي بزاف د الحوايج وخرج. هذا المشكل هذا، هذا مشكل بينو وبينه، راك خصك تشوف المحضر ديالي شنو المشكل بينو وبينه. انا هذا المشكل ما غاديش نقوله حيت عندي وليدات صغار، انا ما بغيتش النفسيه ديال الوليدات حيت هذا اللايف ديما غادي يبقى. انا هذا المشكل هذا كتب شوف المحضر ديالي، انا السيد خرج حيت باه لاباس عليه، باه عنده السلطه عنده النفوذ، هذا الشيء اللي كاين. انا عارفه راسي هذا الحق ديالي انا ما ديال حتى شي واحد، هذا الحق انا عارفه جاي عليه، يعني عارفه راسي ما مشيت هذيك النهار حدا البرلمان وجيت هدرت على هذا الحق، راه عارفه الحق ديالي. يعني السيد 60 يوم شهاده طبيه، 30 يوم في 30 يوم وعاد عنفني بهذه الطريقه هذه وخارج كي دار ليها حيت باه لاباس عليه. دابا وني نفرض كنت عدى عليا واحد باه فقير ما عندوش، على الاقل دابا غادي يكون في الحبس، غيكون مجدود بواحد دوزون تال تروازون، ولكن هذا باه لاباس عليه خرج بحال اللي ما دار حتى شي حاجه. انا اليوم باغا العداله، انا اليوم باغا حقي، وهذا الحق ما غاديش نتنازل عليه. انا مازال انا من الاثنين ما غنتقعدش من الرباط، انا ما كنطالب حتى شي حاجه المسؤولين، باغا غير حقي، ما باغا حتى شي حاجه، باغا الحق، باغا القضيه هذه يشدوها مسؤولين نزيهين. انا عارفه الناس ديال مدينه الرباط ناس نزيهين في العمل ديالهم، وكونوا على اكيده هاد الملف هذا غيشدوه مسؤول وغادي يفيريفيو ويلقى فيه الظلم، ولا ما كانش فيه الظلم انا كنطالب بالاعدام. عدموني انا ما كانش هاد الدوسي هذا فيه الظلم. هاد الملف هذا دخلوا فيه الناس بزاف، هاد الملف هذا دخلوا فيه الناس بزاف، انا مازال اقولها واكررها، دخلوا فيه الناس ايادي، يعني ماشي واحد عنفني بهذه الطريقه هذه خرج كي دار ليها. بغيت نعرف كي دار ليها 30 يوم في 30 يوم 60 يوم ومدخلني لغرفه العمليات، كي دار تخرج هذا السيد هذا حيت باه لاباس عليه خرج؟ راه هذا الشيء هذا هو، هذه الفكره العامه اللي غادي يقولها اي واحد، اي واحد غيشوف هذه الصور هذه هذو غادي يقول بان السيد راه انا ما باغا حتى شي حاجه اليوم من وزاره العدل، باغا حقي انا، الحق هذا اليوم ما غاديش نمشي من هنايا وما غنتقعدش من وزاره العدل، انا باغا غير العداله وشكرا.